أكبر قافلة مساعدات تدخل الرستان والأمم المتحدة تجلي 500 شخص من مناطق محاصرة في سوريا. في ختام أعمالها، القمة الخليجية الأمريكية تؤكد تعاونها على محاربة الإرهاب والطائفية. وانطلاق أكبر عملية عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة داعش. مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الآن، نقدمها لكم مباشرة من دبي. نبدأها بموجز لأهم الأنباء. نبدأه بالملف السوري، حيث بدأت قافلة مساعدات هي الأكبر في سوريا، بدأت بالدخول إلى مدينة رستن بمحافظة حمص وفق ما صرح به بافل كيشيشك المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قافلة المساعدات تشمل 65 شاحنة تحمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية إلى 120 ألف شخص في رستن. وأوضح كيشيشك أن هناك 17 مخيما للنازحين في منطقة رستن تعاني من وضع إنساني صعب. من جهة أخرى، أكد مصدر في الأمم المتحدة بدء عملية إجلاء 500 شخص من 4 مدن وبلدات محاصرة في سوريا، وهي زبداني ومضايا بريف دمشق والفوعة وكفرية. والمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أوضح بأن من بين الأشخاص 500 الذين تشملهم العملية أفراد من عائلات وأيضا جرحى ومرضى، مضيفا بأن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف خصوصا النظام إلى السماح للقوافل التي تقل تجهيزات طبية بالوصول إلى المناطق المحاصرة. أخبار الآن، التقت أحد الجرحى الذين وصلوا إلى مدينة إدلب في صفقة التبادل وتحدث عن الوضع المعيشي في بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق من قبل النظام وميليشيا حزب الله. والله يا أخي، الجرحى بمنطقة مضايا كثير وضع سيء، أنه ما في كادر طبي مهيئ لعلاج الجرحى الموجودين. أعلى كادر طبي موجود بمنطقة مضايا هو طبيب بيطري، الله يجزيه الخير، قام باللي قدر اشتغل فيه. جرحى من مثل انا مثلا، انا شظيه بالراس على حب مسكن، بس تسكين الام، تسكين الام، ما في علاج الالم الموجود عندي، ما في علاج المشكله اللي عندي. بس في شغله واحده، قاموا تجار الدم بالتعامل مع حزب الله بادخال المواد الغذائيه وبيعه باسعار هائله. يعني مثلا عندك كيلو الملح اليوم حقه 22 ألف ليرة سوري، مثلا ملح الليمون حقه الكيلو ملح الليمون 60 ألف ليرة سوري. شو يعني مواد مثلا، إذا بتشوف بالسوق عندك حبة بندورة مثلا، شيء غريب من العجائب. نقص بروتينات، الأطفال كلها تنفخت، في بعض الحالات الصعبة حتى أدت إلى وفاة من بعض التنفخات. يعني مدارس كادر من أهالي المنطقة متطوعين على تعليم الاطفال، حتى انه بعض في احد الاوقات اثناء الدوام الرسمي للمدرسه قام الحزب بضرب قذيفه وقتل طفله واصابه عدد منه. قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان النظام الايراني يوصل دعمه للارهاب عبر تسليح الجماعات الارهابيه في المنطقه، وتعهد اوباما في ختام القمه الخليجيه الامريكيه التي عقدت في الرياض بان تعمل الولايات المتحده على منع تسليح ايران للمتمردين الحوثيين، كما اشار اوباما الى ان بلاده ستواصل العمل مع دول الخليج لمكافحه الارهاب واحلال السلم في المنطقه العربيه. أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف الإمارات إلى جانب السعودية في مواقفها الهادفة إلى تحصين المنطقة العربية من المطامع الخارجية. وخلال مشاركته بالقمة الخليجية الأمريكية في الرياض، شدد الشيخ محمد بن زايد على موقف الإمارات في مجابهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة أو فرض أجندات طائفية ودينية عليها وعلى شعوبها. وأشار ولي عهد أبو ظبي إلى أن القمة الأمريكية الخليجية تمثل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن كل ما يخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت تركيا أنها جمدت أرصدة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله الصالح تماشيا
مع قرار مجلس الأمن الدولي. وجاء في الجريدة الرسمية التركية أنه تم تجميد كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن. وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار، أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي خلال سنوات حكمه الطويلة. أعلن المجلس الرئاسي الحكومي لحكومة أو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلن طرد مسلحي داعش من مدينة درنة. وذكر المجلس في بيان له أن قوات عسكرية تمكنت من السيطرة على المدينة بأكملها، وتعهد المجلس بتوفير الدعم الكامل لسكان درنة، كما حث البيان على ضرورة توحيد الجهود تحت راية حكومة الوحدة الوطنية لاستئصال داعش من كامل التراب الليبي. أعلنت السلطات التونسية رفع حظر التجول عن مدينة بنقردان في جنوب البلاد بعد تحسن الوضع الأمني فيها. وكانت الحكومة قد فرضت حظر التجول على المدينة الواقعة قرب الحدود الليبية في 7 آذار مارس الماضي بعد هجوم غير مسبوق شنه مسلحون على مقار أمنية أسفرت عن قتل 55 إرهابيا إلى جانب 13 من رجال الأمن و7 مدنيين. تحدثت المفوضية العليا للاجئين استنادا إلى شهادات مهاجرين ناجين أن 500 مهاجر قد يكونون غرقوا في البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت المفوضية على لسان متحدثتها أن الناجين البالغ عددهم 41 شخصا ينحدرون من الصومال والسودان وإثيوبيا. وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لجنوب أوروبا كارلوتا سامي إن مهاجرين أنقذوا في البحر المتوسط أو تم إنقاذهم ونقلوا إلى كلاماتا في اليونان، وقالوا إنهم شهدوا حادث غرق قضى فيه حتى 500 شخص في تاريخ لم يعرف بعد. توتر بين الحكومة اليمنية والحوثيين يسبق مفاوضات الكويت. وهل ستؤدي مماطلة المتمردين وصالح إلى إفشال المحادثات أم أن الضمانات الدولية لانطلاقها ستكون بادرة أمل لإنجاحها؟ هذا ما سنتابعه وسنناقشه بعد قليل. مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تضمن البيان الختامي الذي خلصت إليه القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة اليوم بالرياض إدانة إيران بزعزعة استقرار المنطقة ودعمها لجماعات إرهابية منها حزب الله. اتفق المشاركون في القمة على تنسيق الجهود لهزيمة الجماعات الإرهابية وللقيام بمناورات عسكرية مشتركة في مارس 2017 وزيادة تبادل المعلومات بشأن الأخطار الإيرانية في المنطقة، مشترطين عودة العلاقات مع إيران بوقف ممارساتها وتدخلاتها. كما أجمعت الأطراف المشاركة على دعم محادثات الكويت بشأن الأزمة اليمنية وكذلك دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في ليبيا، فضلا عن تقوية قدرات دول الخليج لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية. عبر الهاتف مباشرة من جدة ينضم لنا الدكتور صدقة الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية. دكتور صدقة، إذن اختتمت القمة طبعا بأجندتها وجدول الأعمال الذي قامت عليه خلال يومين الماضيين من خلال القمة السعودية الأمريكية في لقاء الملك سلمان والرئيس أوباما، وأيضا من خلال الاجتماع اليوم من قبل قادة دول الخليج. من أبرز ما اختتمت به بيانها هو إدانة إيران وزعزعتها للمنطقة ودعمها طبعا لميليشيات حزب الله والحوثيين. من خلال ما خرجت به القمة، كيف تقرأ لنا هذا البيان الختامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي تضمن زبدة المواقف الخليجية الأمريكية. نحن ورانا نقول ان الموقف العربي الخليجي اصبح مدعوما بموقف الدوله العظمى الحاليه في العالم وهي الولايات المتحده الامريكيه. الطرفان اتفقا على ان هذه السياسات التوسعيه الايرانيه يجب ان تتوقف، ويجب ان تعمل ايران على تطبيع سياساتها الخارجية حتى يمكن التطبيع أو تطبيع العلاقات معها. إيران
لتحقيق هدف التوسع، وهو إقامة تكتل شيعي في المنطقة على حساب الدول العربية المجاورة، تستخدم الأقليات الموجودة في بعض هذه الدول لزعزعة الأمن والاستقرار في دولها، وتحاول تمكينها من الهيمنة على الغالبية حتى تسيطر وتحكم هذه البلاد لحساب الجمهورية الإيرانية. وهذه الميليشيات معظم هذه الميليشيات إرهابية، فإيران في هذه الحالة تدعم الإرهاب الذي يخدم مصالحها. نعم. هذا تحذير خليجي أمريكي لإيران لأن تتوقف عن هذه السياسة، وإلا سيكون رد الفعل في غير صالحها. طيب أيضا دكتور، صدق المجتمعون في القمة أو المشاركون اتفقوا هذا اليوم على تنسيق الجهود لهزيمة طبعا الجماعات الإرهابية من خلال مناورات عسكرية مشتركة اتفق عليها في مارس من عام 2017. مدى أهمية هذه المناورات العسكرية؟ الرسالة التي توجهها هذه المناورات العسكرية وهذه الخطة للقيام بهذه المناورات العسكرية للجماعات الإرهابية المتشددة؟ بالطبع البيان الختامي لم يقتصر على إيران وسياساتها التوسعية، بل شمل كثير من النقاط وتطرق أيضا إلى الأوضاع السياسية المضطربة في بعض دول المنطقة، وبخاصة سوريا والعراق وليبيا واليمن وغير ذلك. وطبعا تصدرت مكافحة الإرهاب هذه المحادثات. يعني الآن هناك يبدو جدية أكبر من الجانب الأمريكي على طبعا الجانب الخليجي العربي أيضا على مقاومة الإرهاب بكل أشكاله، وخاصة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. يعني أعتقد أننا كنا ننظر للغرب والأمريكا بصفة خاصة لأنها تتخاذل في مكافحة هذه الآفة في الوقت الذي تدعي أنها تحاربها. هذا المؤتمر يؤكد جدية أمريكا، ولكن هذه كلها أقوال. نعم. نريد أن نرى الأفعال على طيب. على أيضا لكن الختام عبارة عن نوايا أو رغبات أو أهداف يسعى هؤلاء لتحقيقها. طيب دكتور صدقة، تكون على الأرض. طيب دكتور صدقة، هذه القمة الخليجية هذه المرة تكللت بالوجود الأمريكي وانتقلت من قمة خليجية إلى قمة خليجية أمريكية. الرسالة ربما التي يريد قادة دول الخليج توجيهها من خلال هذه القمة الخليجية الأمريكية، وربما الدور السعودي السياسي في المنطقة الآن. الرسالة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في دول مجلس التعاون ودول الخليج العربية دول حليفة، يعني يجمع فيما بينها وبين أمريكا أهداف مشتركة ومواقف مشتركة وموحدة تجاه هذه القضايا، وأن هناك استياء عربي أمريكي. نعم. من السياسات الإيرانية، إضافة إلى أن هناك يعني هذه أيضا تشير إلى أن هناك تصميم أكبر من السابق على مكافحة آفة الإرهاب. شكرا جزيلا لك دكتور صدقة الفاضل، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من جدة، شكرا لك. زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية هي توطيد للعلاقات بين البلدين وترسيخ للغايات المشتركة في دحل الإرهاب وعودة الاستقرار إلى المنطقة. هذا ما أجمع عليه عدد من الباحثين التقتهم كاميرا أخبار الآن، معربين عن أملهم بأن تعيد هذه الزيارة للمنطقة استقرارها وأمنها. أود أن أؤكد على قوة وصلابة العلاقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وصديقتها وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة قوية جدا متأصلة وجذورها قوية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الأحداث الأخيرة أن تؤثر على مثل هذه العلاقات. هنالك اختلاف في وجهات النظر في بعض المسائل التي تحيط بالشرق الأوسط، ولكن في الأخير نؤكد على أن زيارة الرئيس الأمريكي أوباما أن تكون حقيقة تطمين
وأيضا اجتياح لأن والله أن العلاقة علاقة قوية جدا. تريد الإدارة الأمريكية حقيقة أن توصل رسالة للمملكة العربية السعودية ولدول المجلس التعاون أن تقول أن والله العلاقات هي علاقات صداقة، هنالك بعض الاختلافات، وتريد أن توضح أن هذه الاختلافات لا يجب حقيقة أن تؤثر بهذه العلاقات. نظر وليس توتر يعني في العلاقة الاستراتيجية. بالنسبة للولايات المتحدة دولة تحكمها مؤسسات، وبالنسبة لدول الخليج والسعودية لها سياسة واضحة في المنطقة، فهذه خلافات أكثر من أن يمكن أن توصف بأنها توتر. لذلك اللقاء ومشاركة الرئيس أوباما في القمة الخليجية المقبلة ستضع كثير من الأطر اللي ستنظم العمل السياسي والعمل الأمني والعمل الدفاعي والأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المرحلة المقبلة. المملكة يعني انتهجت موقف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، موقف قوي، واتخذت موقفها أو دورها المطلوب، الدور القيادي في المنطقة في ظل هذه الظروف الشائكة في الدول المحيطة. ولا شك أن هذا لا يرضي البعض، لكن لابد أن يتفهمون في النهاية أن المملكة هي مجرد تمارس دورها التاريخي، الدور المطلوب منها كقائد سياسي واقتصادي و نقدر نقول برضو ديني في المنطقة. فأمريكا لابد أن يعني تنظر لهذه التوجهات من خلال مصالح يعني مشتركة وفي ظل الظروف الراهنة. في الشأن اليمني، وصل وفد الحوثيين وحلفائهم إلى الكويت، وصلوا اليوم للانضمام إلى مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أن أرجئت لأيام عدة بسبب امتناعهم عن الحضور، وفق ما أفاد به متحدث باسم مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تفاصيل المشهد اليمني في تقرير الزميل عطاء الدباخ. أخيرا وبعد انتظار دام 3 أيام، حطت طائرة الحوثيين وحلفائهم في العاصمة الكويتية للمشاركة في مفاوضات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة. سبقهم إليها في 18 من الشهر الجاري وفد الحكومة اليمنية الذي أشاد بصبرهم وحكمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالرغم من تأخر وفد الانقلابيين عن الموعد المقرر. تأخر الحوثيين وتر الأجواء السياسية في الكويت قبل انعقاد المفاوضات، ولا يعطي وفق ما يقول مراقبون آمالا كبيرة في نجاحها وفي قبولهم للتعاطي مع القرار الدولي 2216 والذي يلزمهم وقف العنف وتسليم السلاح والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها، ويدعو الأطراف لا سيما المتمردين الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. تأخرهم كذلك دليل واضح على أنهم لا يحملون أي مشروع سوى ما تطرحه عليهم إيران، كما يظهر لا مبالاتهم بالأزمة التي يمر بها اليمنيون في مختلف المحافظات. وفي الحديث عن الهدنة الهشة، فإن خروقات الحوثيين لها ما زالت مستمرة، وأغرب ما في الأمر أنهم اشترطوا قبل مجيئهم إلى الكويت وقف إطلاق النار وفق ما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة. فبأي وقف لإطلاق النار يطالبون؟ وتعز ومأرب وغيرهما ما زالوا شاهدين على عنفهم وجرائمهم اليومية منذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 10 أبريل. فهل تنجح المفاوضات بالفعل في إقناع الحوثيين بالالتزام بالقرار الدولي؟ هذا كان المشهد اليمني، لكن ننوه مشاهدينا أنه قبل قليل انطلقت فعلا المفاوضات اليمنية، مباحثات السلام برعاية أممية، وطبعا انضم لها الوفد الحكومة اليمنية وأيضا وفد الحوثي ورئيس المخلوع علي عبد الله صالح. للحديث عن كل هذه التفاصيل معنا عبر الهاتف من الرياض مباشرة مختار اليافعي، الصحفي والمحلل السياسي. سيد مختار، قبل قليل فقط انطلقت المباحثات، مباحثات السلام اليمنية، لكن قبلها طبعا كان هناك توتر واضح ما بين الحكومة اليمنية وما بين الأطراف يعني الحوثيين والميليشيات صالح، وأرجئت هذه المفاوضات التي كانت مقررة من يوم الاثنين إلى اليوم الخميس. لكن مع كل هذا التوتر، هل ممكن للرعاية الأممية الضمانات الدولية أن تنجح هذه المفاوضات الآن برأيك؟ مساء الخير.
روسيا وعلى جميع متابعين تلفزيون الآن. في الحقيقة أنه ما تم قبل قليل من انطلاق للمشاورات هو عبارة عن مؤتمر صحفي سيلقي فيه كلمة كل من سيد إسماعيل ولد الشيخ ووزير الخارجية الكويتي. ما بعدها سيعلن أنه غدا صباحا ستبدأ المشاورات اليمنية اليمنية. هذا فيما يخص الافتتاح اليوم. في الحقيقة الحوثيين حروا وفد الحوثيين والمخلوع صالح، ولكن بالأخير خضعوا إلى الضغوطات الدولية وإلى المجتمع الدولي. لكن الأهم من هذا كله، هل سيوافق الانقلابيين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216؟ الحقيقة ومن خلال تجارب سابقة هم كثير من اليمنيين يتوقعون عدم الإيفاء. ما حدث في جنيف 1 وجنيف 2 كانت عبارة عن مراوغات لم تجني أي نتائج. الآن الكويت فعلا كل اليمنيين الأنظار متجهة إلى مشاورات الكويت. كثير من اليمنيين متأمل وكثير منهم متذمر، يعني هل ستفضي هذه المفاوضات إلى حل سياسي ينجي القتلة من المحاكمة وعلى الجرائم التي ارتكبوها؟ طيب تفضل. طيب أستاذ مختار، يعني الآن هناك رعاية أممية، هناك ربما بعض الضمانات الدولية، القمة الخليجية الأمريكية التي كانت في الرياض تدعم كل الأطراف، يعني كل الجهات ربما تدعم هذا الحل وهذه المفاوضات نحو حل للأزمة اليمنية. هل ممكن أن ربما تكون هناك أي بادرة نية أو أي أمل في أن يتفق الأطراف الآن المجتمعون في مفاوضات الكويت؟ صحيح، كما تفضلت يا أختي، كثير من الضغط سواء الضغط الأمريكي، الضغط الأممي بشكل عام، الخليجي، هناك ضغط دولي لإنهاء الأزمة ولينعم المواطن البسيط بالأمن والأمان والسلام وإعادة البناء والتعمير. ولكن نأمل أن يوصل المتفاوضون في الكويت إلى حل ينجي كل اليمنيين والشعب اليمني من هوال الحرب. لكن هناك ملفات لم تطرح أو لم تكون يعني في طاولة المفاوضات في الكويت، وهذا ما يؤرق كثير من اليمنيين بأن القضية الجنوبية إذا لم تطرح في ملف الكويت فإن المشاورات وإن خرجت في حل توافقي لن تكون إلا حل عادل للقضية الجنوبية. في الأيام القليلة في 17-18 شهدنا مليونية كبيرة في أو مظاهرة كبيرة، آلاف مئات الآلاف خرجوا في عدن يطالبون بحق تقرير المصير. هذه القضية العادلة التي لم ينظر لها حتى اللحظة. أنا أتوقع في حال لم تأخذ في الحسبان ولم تكون ملفا استراتيجيا في مفاوضات الكويت، فإن أي حل يخرج من مفاوضات الكويت لن يكون حلا منصفا ولن يكون حلا نهائيا لإنهاء الأزمة اليمنية. أشكرك جزيلا سيد مختار اليافعي، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف مباشرة من الرياض. شكرا لك على هذه المداخلة معنا. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. ليبيون يرفضون أن تشكل بلادهم حاضنة لتنظيم داعش. أهلا بكم من جديد. في العراق انطلقت عملية عسكرية جديدة لتحرير مركز قضاء الكرمة شرقي الفلوجة بالأنبار من احتلال تنظيم داعش، وتمكنت قوة من الجيش وبمساندة مقاتلي العشائر من تحرير قرى الروفة والدواية والشرقية والغربية بالجزء الشمالي لمركز مدينة الكرمة شرقي الرمادي، في هجوم يأتي بعد عملية نوعية انطلقت صباح اليوم أسفرت عن قتل العشرات من أفراد داعش وكبدتهم خسائر مادية كبيرة. وبحسب السلطات الأمنية فإن عملية تحرير الكرمة ستمكن القوات العراقية من تطويق الفلوجة من جميع الاتجاهات، وبالتالي تحريرها هي الأخرى من احتلال تنظيم داعش.
في ليبيا يحاول تنظيم داعش انتهاز فرصة التدهور الأمنية الذي تشهده ليبيا ليتوسع أكثر وليبسط نفوذه على باقي المدن على غرار سيرت، إلا أنه يشهد هناك مواجهة مستميتة ورفضا له. أخبار الآن التقت بمواطني طرابلس الذين أعربوا عن رفضهم لفكر داعش الغريب عن مجتمعهم، قالوا إنه لا توجد حاضنة لهذا الفكر المتطرف. بإذن الله ليبيا لن تبقى حاضنة اجتماعية لداعش، ولا يفكروا ان هم يحتلوها ولا شيء، بينما هي مستغلين فرصة، يعني ان البلاد مازال ما استقرتش شوية، وبإذن الله جايهم الدور. لان الشعب قلت لك شعب وسطي، ومش حتأثر فيه فكرة داعش ولا في اي مشكلة من الناحية هذه. بإذن الله حيجي وقت تنتهي داعش، لأن قلت لك هي حالة شادة في منطقة معينة بس، لكن باقي ليبيا امورها تمام زي ما تشوف فيها انت، ما فيهاش اي مشكلة ولا مشاكل. أكيد إحنا يعني ما نقبلوش داعش في ليبيا، وإن شاء الله ما يصير الشيء هذا، لأن إحنا يعني دولة إسلامية وما نش الشيء هذا يصير. بالنسبة في ليبيا هذه مستحيل أن يكون في حاضنة لداعش، بالذات الفكر داعش يعني. وإحنا زي ما قلت لك إحنا إسلام صرف يعني، حتى النسبة يعني نقدر نقول 99% ولا أكثر يعني إسلام صرف بصدق يعني. واخذين الحمد لله فضل الله أنا تشبحوا في الوضع يعني العام بالنسبة لكم. موجود ما فيش الأشياء اللي موجودة تو في سرته وفي المناطق الثانية تعتبر يعني مرحلة وحتمر يعني على طول الوقت حتمر. مستحيل هادو خوارج، مستحيل، بعيدين عن الدين أصلا هادو. أعتقدش يعني في ليبيا في من يمولهم أصلا، حينتهوا قريبا إن شاء الله. قدر رئيس معهد غودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة ناسا أن متوسط درجات الحرارة العالمية في السنة الجارية يمكن أن يتراوح من حوالي درجة وعشر درجة المئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي إلى درجة ونصف الدرجة المئوية. ووفق التقديرات التي تستند إلى سجل درجات الحرارة في معهد غودارد، فإن شهر مارس الماضي هو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يسجل رقما قياسيا لكونه يشهد درجات حرارة أعلى من أي وقت مضى. وكانت لجنة الأمم المتحدة التي تضم علماء المناخ في العالم وافقت يوم الخميس الماضي على دراسة كيفية الحد من الاحتباس الحراري، وأوضحت أنه حتى الارتفاعات الطفيفة في درجة حرارة الأرض قد تكون ضارة. عبر الهاتف مباشرة من بيروت ينضم لنا الدكتور دوميت كامل رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن الخبر يتحدث أن عام 2016 عامنا الحالي يقترب من درجة ونصف الدرجة المئوية، ماذا يعني لنا ذلك؟ لو تشرح لنا ذلك بشكل مبسط. اليوم نحن عم نعيش أخطر مراحل التغير المناخي بالعالم والاحتباس الحراري، من جراء الكميات الضخمة من الاحتراق الوقود الأحفوري على سطح الكوكب. اليوم البيئة بالعالم في عندنا نقطتين للبيئة، في ناس بتشتغل بيئة على صعيد محلي أو على صعيد بلد، وهن كل يلي بيشتغلوا على صعيد بيئة عالمية. المنشوه البيئة أصحاب الاختصاصات يلي عندها نظرة البيئة العالمية وصلت لمرحلة عم بتشوف الخطر الداهم اللي عم بعيشه على الكوكب. نحن وصلنا بأخطار كتير كبيرة. ما معناه ارتفاع درجة ونص للمعدل بحرارة الكوكب، هذا شيء خطير جدا. رح يكون عنا دوبين للثلوج بالقطب والأماكن اللي فيها كمية ضخمة من الثلوج، وتحويضها تتحول إلى مياه للبحر. بصير عنا ارتفاع بمياه البحر، وتأكد ارتفاع بسنتيمترات خلال 30 سنة الماضية. وصلنا لمرحلة تأكد أنه في ارتفاع بمياه البحر والمحيطات بسنتيمترات معينة، وهذا شيء خطير. نحن هلأ طيب ماذا الكوارث التي يمكن أن تنجم عن ذلك؟ ارتفاع درجة كوكب الأرض بدرجة ونصف الدرجة المئوية، ارتفاع منسوب المياه، ذوبان الثلوج، ما مدى الكوارث التي يمكن أن تصيب العالم؟ الكوارث يعني اليوم في تغير بنمط الحياة ككل. في كائنات حية كتير، كائنات مجهرية ما بتتحمل هاي الحرارة
في كائنات نباتية ما بتتحمل هيدي الحرارة زيادة، بلشنا نشوف فقدان كتير من الكائنات الموجودة، وهذا شيء خطر كتير كبير، لأن احنا ما رح نوقف على 1.5 درجات ارتفاع، لأن رحين لأن احنا رحين لأكتر وأكتر. نحن ما تنسى انه اليوم نحن عنا يوميا أكتر من 120 مليون برميل بترول احتراق يومي، يعني بما في الفحم الحجري وكلهم يقاس بمعدل 120 مليون برميل بترول يوميا على الاحتراق. هيدا وين بدها تروح الاثار الحراريه له؟ نعم. وين بدها تروح تتبرد؟ وين بدها تمتص السو2 بالجو؟ يعني اليوم اجزاء السو2 بالجو يلي هي من الغازات الدفيئه يلي مسؤوله عن الاحتباس الحراري، المعدل العام بالعالم هو 250 جزء بالمليون. نحن السنة تخطينا 405 أجزاء بالمليون، يعني بما معنى الضعفين. طيب. رح يكون في عنا كتير احتباس تغير مناخي. طيب. وحرارة عالية بالجو. طيب دكتور دوميت، في تفاصيل تقرير من هذا المعهد، معهد جودارد لدراسات الفضاء تابع لوكالة ناسا، تفاصيل ذكرت بأنه شهر مارس الماضي هو الشهر 11 على التوالي الذي يسجل رقما قياسيا، يعني يشهد درجات حرارة أعلى من أي وقت مضى. بالنظر دكتور إلى ما خرجت به قمة مناخ باريس، ما السبيل لتفادي ذلك مستقبلا؟ اللي بدي أقوله بعد على الأرض ما في شيء نهائيا. في دولتين اليوم، أول دولة اللي أخذت قرار علمي بامتياز وصاري وبلشت تشتغل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، أخذت قرار بتخفيض CO2 27% و22% عن النسبة ل 2005، وبعد منها صار في اتفاق أمريكي صيني، كمان الصين تعهدت بالبدء بتخفيض سطوب الجو. بس ولكن اليوم في بعدم وجود استراتيجية ملزمة عالمية لحماية البيئة، غير المناخ نحن رح نضلنا نشوف الأخطر وأخطر. وبدي أؤكد مرة اثنين وثلاثة تأكيدا، رايحين نحن لأخطر وأخطر ألف مرة من عايشينه اليوم من جراء الكتل الهوائية اللي موجودة على سطح الكوكب، يلي صارت منفصلة عن بعضها. صار في مناطق ما بقى تشوف الأمطار بسبب التغير المناخي. يعني هالكتل الهوائية اللي عم تقطع صارت عم تقطع من منطقة لمنطقة لمنطقة. بعطيكي مثل، الكتل الهوائية الباردية اللي كانت تعطي شرق المتوسط أمطار غزيرة جدا وثلوج، ما بقى تنزل هون، صارت هيدي هالكتل كلها عم تقطع لمسافات بعيده جدا. نعم. هاي المنطقه بلشت تشهد جفاف خطير جدا. واللي بدي اقوله انه منطقه الشرق الاوسط قادمه على حروب مائيه خطيره جدا بسبب جامعه الدول العربيه ما اخذت قرار لحد اليوم، او المنطقه العربيه ما اخذت القرار اللازم، قرار المواجهه البيئي. نعم. هذا الشيء بدي شدد عليه، لانه حان الوقت انه يكون في خطه مواجهه اقله للمنطقه العربيه للخمسين سنه القادمه. لانه نحن بدي اقول تاكيدا. نعم. في حال دل استخدام البترول بهي الطريقه اللي ماشي فيها اليوم وبازدياد، حتى لو ما في ازدياد، زي ما بده يكون في تخفيض 20 ل 30% من الاستهلاك الحالي، نحن رايحين لمنطقه جفاف شبه كامله بمنطقة العربية ككل، وأخطار بي. نعم دكتور، يعني كارثة كتير. شكرا لك، بدي شدد عليها. أشكرك جزيلا دكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت. شكرا. إذن مشاهدين، أعود إلى الملف الليبي والسنكار ورفض الشعب الليبي لتنظيم المتطرف تنظيم داعش بأن يتواجد في بلادهم. من هناك ينضم لنا زميل جمال العريبي من العاصمة الليبية طرابلس مباشرة، موفد أخبار الآن. جمال مساء الخير، قبل قليل عرضنا بعض المستطلع آراءهم من الشارع الليبي، عبروا عن رفضهم للتنظيم المتشدد لتنظيم داعش وفكره وأن تشكل بلادهم حاضنة تنظيم داعش. بحسب مشاهداتك، لقائك أنت بالناس بحيث أنت متواجد الآن في الشارع الليبي، ماذا لمست في الشعب الليبي تجاه تنظيم داعش؟ مرحبا خديجة، مرحبا مشاهدينا الكرام. كما تعلمين خديجة، كاميرا أخبار الآن استطلعت آراء الليبيين لمعرفة ما مدى رفض الليبيين لداعش. فمثل ما شاهدتي في اللقاءات، كل من تحدثنا إليهم كانوا يقولون أن ليبيا لن تكون حاضنة لداعش. وأكبر دليل على هذا ما حدث البارحة واليوم في درنة لطرد هذه الجماعات من داخل مدينة درنة وملاحقتهم حتى
وربما هروبهم من داخل هذه المدينة لعدم وجود حاضنة شعبية لهذه الجماعات. وكذلك بعض المراقبين يتحدثون ستكون نفس السيناريو يكرر في مدينة سيرت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يحضر معي اليوم دكتور محمد إسماعيل الرملي، باحث في الشؤون السياسية والجماعات المتطرفة. مرحبا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، فرصة طيبة بكم وبإذاعتكم وبمشاهديكم الكرام. شكرا. بداية، إذا تحدثنا عن موضوع الحاضنة الشعبية لهذه الجماعة داعش، كيف هو التصور في عند الليبيين؟ الواقع العملي أن ليبيا بطبعيتها ومباشرة بتركيبتها السكانية هي وسطية، هي مذهبية، كانت منتمية إلى المذهب المالكي فيما يتعلق بمبدأ العبادات، وأيضا بمذهب الأشعري فيما يتعلق بالعقائد. والاتجاه الخاص بالسكان جميعا هو اتجاه وسطي بالمطلق، لا ينتمون للتطرف ولا يتطلعون إليه، ينبذونه نبدا مطلقا. ولذلك لم تجد الجماعات الإرهابية على مر التاريخ، ليست المرة الأولى والمرحلة الأولى اللي يطلع فيها جماعات متطرفة. بدأت بالخوارج في القديم من أيام السيد علي رضي الله عنه، فيما بعد خرجت جماعات متطرفة أخرى، ولكن لم تجد حاضنة خاصة في ليبيا، لأن هنا الليبيون بوسطهم طبيعتهم وسطية، لا ينبذون التطرف شكلا ومضمونا. ولذلك عندما نتكلم على التطرف حتى ما بعد وجود الثورة وعملية الرخوة التي حصلت في عملية عدم وجود أجهزة أمنية وعدم وجود نوع من الرقابة وعدم وجود الدولة الصليد القوية التي تستطيع الدفاع أو الاستماتة فيما يتعلق بالرقابة وآليات حفظ الأمن، مع هذا وذاك نجزم بأن أماكن تواجدهم، وعندما تواجدوا بمدينة درنة وعندما تواجدوا بمدينة سرت، لها بعد ربما من الناحية الفعلية، أو لم يستطيعوا الولوج إلى الناس وبيوتهم، وإنما كانت جماعات معظمها أتى من خارج ليبيا، حاولت قدر الإمكان، ربما بعضها رجع من أفغانستان وبعضها أتى من بعض البلدان القريبة، ونتكلم بالخصوص المجموعة التي أتت من تونس والتي انتهجت التطرف. وحقيقة الموضوع هو شق منه، ربما شق فهم خاطئ للدين، وفهم أيضا فيما يتعلق ربما كان أثاره جزء منه أثار اقتصادية أو بواعة اقتصادية. مهما كان وكيف كان، نتكلم أيضا على واقع موجود بسرت، ربما وجدت جزء من ما يتعلق بإمكانية عدم استيعاب الآخر، ربما أثرت في التركيبة السكانية، لأن تركيبة سرت ربما تغير باعتبار أن انتماء القذافي. ومع هذا نجزم بأن الليبيون جميعا ينبذون التطرف، لا يوجد من ينتمي لهذا التطرف. الجماعات وجدت نفسها، ولذلك حكم عليها بالانهزام السريع والسريع. ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة والدولة الإسلامية الوحيدة التي وجد بها تطرف وجماعات متشددة، وفي دولة رخوة شبه معدومة، ومع هذا استطاعت أن تحرر مدنها دون تدخل أجنبي. نتكلم على الصبرات والتي تم فيها الضرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بغارة واحدة، وانتهت دواعش إلى غير رجعة بمساعدة الموجودين على الأرض، لأنهم لا يقبلونهم ولم يكن ولديهم حاضنة ولا ينتمون إليهم. وأيضا ما حصل بمدينة درنة وهو مثالا يحتدى به، أتكلم على مدينة درنة التي تم فيها طردهم من البداية من مجموعة من التوار ومن الشباب ومن الموجودين والعسكريين، وكان على رأسهم العقيد محمد بخفيرة وأيضا العقيد مفتاح عمر حمزة، واستطاعوا فعلا طردهم إلى خارج المدينة إلى الفتايح بعد أن قاموا بأعمال بشعة من قتل وترويع للآمنين. انتقلوا فيما بعد للفتايح، حاولوا أن يكونوا يعني حاضر ظنين لبعض الناس، ولكن لم يستوعبهم أحد، طردوا شر طرده. وحاليا الهزيمة الثانية تتحقق على أيدي ليبية وبدون معونة خارجية، واستطاعوا أن يقولوا كلمة واحدة أن بالإمكان قتل وإنهاء هؤلاء المتطرفين المتشددين المتنطعين الذين يكذبون على الدين ويجعلون منه ستارا. اتجهوا أينما اتجهوا، ربما يحاولون قدر الإمكان الابتعاد أو التفرق، ولكن لم ينجحوا فيما يتعلق بتواجدهم، لم ينجحوا في تمددهم، لم ينجحوا إلا أن يضمحلوا ويتجهوا ربما إلى سرت، وسرت هي مقبرتهم الأخيرة. بالحديث أيضا على سرت، مثل ما ذكرت أن بعض من المتابعين والمتابعين للشأن والجماعات الإرهابية في مدينة سرت يتوقعون نفس السيناريو الذي حدث في درنة. خديجة، هذا نعم. ما لدي اليوم من طرابلس، عودة إليك في دبي. شكرا جزيلا لك جمال العربية، شكرا لضيفك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من طرابلس ليبيا. فاصل قصير مشاهدينا نتابع بعده. معرض فني يعيد ذاكرة الوطن الغائب في مخيم الزعتري.
أهلا بكم من جديد. أعاد فنانون سوريون في مخيم الزعتري بناء المعالم التاريخية لبلدهم سوريا بعد أن دمرتها الحرب، لا سيما مدينة تدمر التاريخية، من خلال عمل نماذج لتخليد ذكرى تلك الآثار. أطلق الفنانون مشروعا لصناعة نماذج مصغرة من هذه الآثار، أطلق عليها عنوان سوريا تاريخ وحضارة. بالرغم من كل الظروف الصعبة على أرض المخيم الصحراوية، أبت نخبة من الفنانين السوريين اللاجئين إلى أن تقيم في مخيم الزعاتري معرضا تحت اسم سوريا تاريخ وحضارة. ضم المعرض كثيرا من اللوحات الزيتية والرسومات والمنحوتات المميزة لمجموعة من أهم المعالم التاريخية والحضارة السورية التي دمرت على يد داعش الإرهابي. اجت فكرة المعرض الأول إن اللي هو سوريا تاريخ وحضارة مشان نحفظ التراث الموجود عندنا ببلدنا، نعرف الأجيال اللي طلعت واللي اجت على الزعتري وما بتعرف شيء عن بلدها، نعرفها شو في عندها تاريخ وشو في حضارة، ونفرج العالم كله الحضارات اللي مرت على أرض سوريا والخسارة اللي عم بتتم بهدم هالآثار هاي من الحرب الدائرة بسوريا. قلعة حلب ومدرج بصر الشام ونواعير حمات وتمثال صلاح الدين الأيوبي والجسر المعلق وغيرها جسدها هؤلاء المبدعون على شكل مجسمات أخذت مكانها في المعرض ليشاهدها العالم أجمع وليشهد بأن هذا الشعب طموح وحضاري وأن إبداعه لا تنال منه المحن ولا يقف عند حدود المخيمات ولا يموت في رمالها. طبعا أنا عملت مجسم دير الزور، جسر معلق من عواد الخشب. طبعا استغرقت العملية تقريبا 3 أشهر وانا عم اشتغل عليه على ضوء الفانوس، ما كانش فيه كهرباء. طبعا وانا عم بشتغل فيه يعني كنت اغلب الاحيان يعني تخيل نفسي اني اكون موجود. انه تعريف الناس هون بسوريا في محاولة لحفظ الهوية الوطنية، لانه ممكن الشتاء تضيع الهوية احيانا كثيرة، عوامل مختلفة تضيع. وإضافة إلى ذلك معزة مدينة حلب عندي وأهمية قلعة حلب، وهي زي بتشكل يعني يعني رمز وحدة السلسلة الحضارية. ولأن الفن ليس له مكان ولا زمان ولا حتى حدود، أصر هؤلاء الشبان على بناء حضارتهم التي دمرها داعش لكي يعلم الجيل القادم من الأطفال أن التراث هو الهوية والحاضر والمستقبل. من قلب المعاناة وبإصرارهم استطاعوا إقامة أضخم معرض في تاريخ المخيمات، نشروا فيه لوحاتهم ومجسماتهم على جدران الكرفان وعلى أرض المخيم، محاولين التأكيد على تمسكهم بتراثهم وتطلعهم إلى مستقبل سوريا الذي يحلمون به. من مخيم الزعاتري لأخبار الآن، مصطفى الساحوري. مركز النساء الآن في مدينة معرة النعمان بريف إدلب يسعى لتأهيل النساء في المدينة وفي ريفها ليصبحن قادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن، حيث يستهدف المركز النسوة بشرائحهن وأعمارهن المختلفة بدورات تدريبية وتأهيلية لمختلف الاحتياجات بما يخدم المرأة في المناطق المحررة ويرتقي بها. المزيد في تقرير مراسل الأخبار الآن عماد كركس. التصميم والإرادة كانا خيارين لسحر في سبيل إحداث تغيير في مسار حياتها بعد فقدانها لزوجها في الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء. فسحر التي كانت لا تجيد القراءة والكتابة قبل أشهر فقط أصبحت اليوم على أبواب الدخول لمراحل متقدمة من تعليمها بعد خضوعها لعدة دورات في مركز النساء الآن. فتحت محل مشان ربي أولادي، كمان ديارة صرت أعرف يعني مشي حالي مشي أولادي، وهلأ إن شاء الله كمان توظفت وعم بكتب وبقرأ وبعرف بالإنترنت شوي، وإن شاء الله خير يعني تصير أحسن تعلم يعني القراءة غير شكل للبني آدم. وغير سحر هناك العشرات من النسوة اللواتي يقصدن المركز بمستوياتهن التعليمية والمهارية المختلفة في سبيل تطوير قدراتهن مهما قل أو على شأنها. أنا ضعيفة باللغة الفرنسية شوي، أنا كنت لغتي هي الإنجليزي، سجلت فرنسي مشان أتمكن منها أكثر ورح أمشي بمستوياتها يعني للآخر إن شاء الله، مشان بستفاد منها يعني كتير يكون معي لغة تانية غير الإنجليزي.
فمركز النساء الآن الذي يتخذ من مدينة معرة النعمان بريف إدلب مركزا لنشاطاته يهدف من خلال برامجه المتنوعة إلى تمكين المرأة ثقافيا واقتصاديا لتكون قادرة على إعالة أسرتها وأطفالها عند الملمات، كما يقدم المركز برامج تعليمية متطورة للأطفال ودعما نفسيا هم بأمس الحاجة إليه في ظل الحرب الدائرة. عملنا ورشات في إدارة المشاريع التنموية، إدارة مالية، عملنا هلا في عنا كمان ورشات في مهارات التواصل، مهارات الكلام، مهارات التفاوض، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات. طبعا المركز يستهدف نساء المنطقة سواء مدينة معرة النعمان وريفة، ما في عنا عمر محدد، مفتوح لأعمار مختلفة. وتبقى هذه المشاريع وغيرها التي يبادر لها السوريون في ظل المجزرة اليومية التي تطالهم دليلا على أنهم لا يزالون يتقنون الحياة رغما عن الموت. عبر عروض مسرحية ورياضية عبر مجموعة من الأطفال السوريين عن وجعهم والإجرام الذي مولس بحقهم في سوريا من خلال مهرجان أقيم في مدينة طرابلس اللبنانية، حاولوا خلال هذه الأعمال إيصال صوت اللاجئين السوريين في لبنان إلى كل العالم. مالك أبو خير مراسل الأخبار الآن من لبنان والتفاصيل. عروض فنية ورياضية لمجموعة من الفتيان السوريين قدموا خلالها لوحات توضح واقع الحرب واللجوء تحت إشراف الهيئة التربوية التعليمية السورية في مدينة طرابلس في لبنان. العروض قدمها طلاب سوريون جميعهم لاجئون في لبنان وبجهود بسيطة جدا على أمل إيصال صوت اللاجئين السوريين. أنا بدي أشارك بهذا المهرجان مشان أثبت للعالم وللناس أنه نحن سوريين، نحن بنفيد بأي شيء، نحن ما لنا خردة للعالم، ما لنا أدوات، نحن ممكن نثبت لأي إن كان أنه نحن بنقدر نعمل أي شيء، نحن إذا بدنا بنموت حالنا مشان بلدنا وأهلنا. شارك بهذا المهرجان ما يقارب 200 طالب سوري. أجمل ما فيه فقرة الشباب، الفقرة الأخيرة إذا انتبهت بينت طاقات فظيعة بالشباب، يعني نحن كإدارة تفاجأنا بهذا الجهد، أثناء التدريب ما كان هذا الشيء موجود إطلاقا، فحقيقة أنا أعتبره نجاح باسم السوريين كلياتهم، والله سبحانه وتعالى يرجعنا بلدنا سوريا. أغلب اللوحات تم تصميمها من واقع الحرب التي عاشها الأطفال في سوريا تحت القصف والحصار، حيث تحدثوا عن قتل الأطفال واستهدافهم وحياة الخوف التي عاشوها. مشاركتك كانت كتير حلوة، أنا شاركت فيها وشاركت مع الأطفال اللي كانوا عاملين حالهم شهداء، وأنا وزميلتي عملنا حالنا كأمهات لإلهم. كان شعور كتير إنه حزين، يعني إنه هلأ حسيت بشو عم يصير بالأطفال اللي بسوريا، بتمنى إنه يطلع من هالأزمة بخير. والله هني البنات إنه حاسين بقهر وبظلم من المجتمع اللي نحن هلأ صرنا فيه، وحبوا إنه يشاركوا بهاي المسرحية لأنه واحدة منهم أبوها شهيد، والجوع والقهر والخوف والظلم اللي عم يعيشوه ما إنه سهل، فحبينا إنه هيك عملنا مسرحية خلي العالم تشعر فينا نحن السوريين انظلمنا كتير. رسالة هذا العرض هي الأمل بالعودة إلى سوريا وانتهاء القتل اليومي الذي يحدث بحق الأطفال أولا وبحق المدنيين العزل ثانيا، على أمل أن تصل رسالتهم وتتوقف آلة القتل الهمجية عن قتل السوريين وتهجيرهم. مالك أبو خير لأخبار الآن، طرابلس لبنان. توافد مولعون بأحدث الأزياء على العاصمة اللبنانية بيروت لحضور افتتاح أسبوع الموضة، الحدث المهم الذي يكشف فيه المصممون مصممو أزياء محليون وأيضا عالميون عن أحدث مجموعاتهم على مدى 5 أيام. الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على بيروت كعاصمة للموضة ومركز لمصممي الأزياء الشباب ومن يرغبون في احتراف تصميم الأزياء، ويأمل المشاركون في هذا الحدث في تسليط الضوء على روح الابتكار والبهجة في البلاد بعيدا عن الاضطرابات السياسية.
نحن ببيروت اليوم عم نشوف القصص اللي عم بتصير سياسيا، عم نشوف القصص وضع الزباله وكل القصص اللي عم بتصير حوالينا، هذا الخراب كله اللي عم بيصير. نحن بنجرب من وراء هذا المجهود الفردي اللي عم نعمله، اللي نحن انه نرجع نخلي اللبنانيين يرجعوا يوثقوا ببلدهم، نرجع نرجع لهم الموضه، نرجع نرجعهم انه هي يرجعوا يامنوا بهذا البلد اللي هو كان اساس الموضه بلبنان وبالريجن كله. نحن هون هذا هو الهدف من لموضه بيروت، انه نرجع نخلي العالم كله تفتتح على لبنان وترجع تشوف رونقته وجماله كله على هيدا من وراء هيدا المنصة. بيروت عاصمة للموضة، يعني مثل ما كنا بنعرف وعم ننافس دول عالمية كبيرة، وبيروت مدينتي وحلمي من أنا ومن بعد غيبي يعني. ورجعنا بهالكولكشن الحلوة اللي بتفرجي بيروت القديم أباريت، وإن شاء الله تكون عجبتكم. هو أسبوع الموضة حقيقة عم بيحكي الناس إنه نحن لبنان بعدنا ما زلنا واقفين على إجرائنا، عم نشتغل، عم نركض، عم نطل برغم الظروف اللي عم تمر فيها المنطقة. يعني نحن لبنان بكل تواضع بعتبر حالي أو نعتبر حالنا نمبر وان. اختارت مجلة بيبل النجمة الأمريكية جينيفر أنستون كأجمل امرأة في العالم لعام 2016. تصدرت صورتها غلاف المجلة، وتعد هذه المرة هي الثانية التي تختار فيها المجلة أنستون كأجمل امرأة بالعالم بعد أن فازت باللقب في عام 2004. To like a 12-year-old. Hi, Sandy. Hi. I'm here for a job. More about this tween. And she wants all the acne clears up. To like a 12-year-old. Hi, Sandy. Hi. للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا المباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. هذا نصل الختام، شكرا متابعاتكم، تحيات لكم مني من الفريق العمل، وأيضا لتفاصيل أكثر آخر أخبار نشرة 12 مع زميل محمد عمر. إلى اللقاء.